السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ما كانش مش سهل والله الفيديو ده إن أنا أعرف إزاي أتناوله وأسلوبي أظبط أسلوبي فيه، لأن يعني أنا حاطط شوية ضوابط لنفسي يعني ومعايير. أنا طبعا من الناس اللي قدرت كتير أوي مواقف قطر الكويسة اللي هي الواحد لازم يفضل فاكرها للمصريين، وأنا سمعت كده من ناس كتير أوي زاروا قطر سواء مصريين أو غير مصريين إن الشعب القطري شعب كريم وشعب مضياف وشعب طيب، أهم حاجة إن هو شعب طيب أوي يعني. الحاجة التانية إن إنجازات قطر إنجازات ملموسة يعني ما ينفعش إن ينكرها إلا واحد يعني لازم يكون متعصب، هم حققوا إنجازات كتيرة كويسة كبيرة. طبعا السبب في كده ما قلناش حاجة اللي هو الثروات الطبيعية اللي ربنا وهبها لهم، لكن برضو أكم من دول كتير بيكون عندها ثروات طبيعية ولا تحسن استغلالها أو يتم سرقتها بالكامل أو كده. لكن ما حدث من أو الكلام اللي قاله الشيخ حمد بن جاسم هو ما ينفعش إن محدش يرد عليه خالص، لأن هو من رأيي برضو هنتكلم بصراحة هو يعني تخطى حدود الأدب في الحديث عن الرئيس محمد مرسي، وعشان ما يجيش حد يرد في حاجة ما يعرفهاش فيعني نحب الأول الناس تبقى عارفة احنا بنتكلم في ايه. انا ما اقول لك محمد مرسي ذكي، ولا اقول لك محمد مرسي يصلح للحكم في مصر، فده ما يصحش بصراحة. يعني انت مش عارف تقول ذكي مش ذكي لأسباب كتير جدا جدا، اولها طبعا ان انت مش كفء خالص لو هنتكلم بصراحة عشان تتكلم على رئيس محمد مرسي. معلش انا اسف، انت مين عشان تتكلم عن محمد مرسي يعني؟ والله مع احترامي لدوله قطر يعني الراجل ده كان معاه دكتوراه في الجامعه من غير بقى وسايط ولا حاجه، في كليه هندسه في امريكا ودرس في جامعه في امريكا ودرس حاجه اسمها خواص المواد. لو حضرتك ما تعرفش يعني ايه خواص المواد، فهي الماتيريال دي اللي هي اساس الحضاره في كل حاجه، في الهندسه وفي الطب وفي كل حاجه الماتيريال، انت خواص كل ماده بتتصرف ازاي وبتعمل ازاي. وكان ليه مناصب كتير يعني، كان قدام مستقبل في امريكا يعني كمدرس، لكن هو فضل يجي مصر وكان بيتسجن لحد ما يرجع يعني كده. فمن ناحيه يعني الاخلاقيه ما ينفعش يعني، انت حضرتك مثلا ما ينفعش تتكلم مثلا على او تقول مثلا اصل ما كانش ذكي على مثلا والد الامير تميم اللي هو حمد، ما تقدرش فعلا بامانه، فما يصحش. هذا الكلام يعتبر تجاوز في حق 100 مليون مصري، حتى اللي مش مدركين منهم، حتى البهايم اللي مش فاهم يعني ايه ان اول حاكم، معنى قيمه اول حاكم يختاره الشعب. ماشي، بس هو كلام برضه، سواء هو حاسس بالاهانه او مش حاسس بالاهانه، انا حسيت بان الكلام ده فيه تجاوز في حقي، فقلت لازم ارد، وخاصه ان ما يعرف باسم الناس الموجودين القيادات اللي موجوده دلوقتي في جماعه الاخوان، ما حدش فيهم يرد اكيد طبعا، لان ايه؟ لان حضراتكم يعني اللي بتمولوا القنوات وبتمولوا مش عارف، فحتى هتلاقي طبعا مذيعين في منتهى الجرأه والشجاعه وكده، لكن هيمنعوا ان هم يقولوا رايهم او يردوا على حضرتك. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على الموضوع من ناحيه الاصول، يصح ولا ما يصحش وكده. تعالى بقى نفكر ونشوف هل الكلام ده صح ولا مش صح. طبعا دلوقتي احنا لما بنيجي نتكلم على الحديث بتاع الشيخ حمد، فاحنا المفروض بنتكلم واحد سياسي، فالسياسي ده طب يعني مش واحد بيتكلم اي كلام يعني، مش بيتكلم كلام فارغ زي ما قلنا، مش بيتكلم مش كلام واحد قاعد في الحاره او قاعد على مصطبه، دي حاجه مش وحشه يعني، الحاره دي حاجه مش وحشه يعني. فانت لما بتقيم تجربه فانت لازم تقيم التجربه وفقا للظروف المحيطه بيها يعني، ما ينفعش اجي اقول لك ايه ده فلان تتخيل ما بيعرفش يعوم وفي الاخر يطلع ان هم رابطينه بسلسله وبحجر تحت، يبقى انا كده مدلس صح؟ وخاصة لو واحد زي حضرتك مش بعيد عن السياسة، مش بعيد عن الأحداث، أنت أكيد تعرف من الأحداث أكتر مني بكتير، فأنت شايف هذه التجربة وجهة نظرك فيها إيه؟ دخل في معركة مع خصوم ما كان يقدر يدخل في أي معركة، لأنه كان المستوى من قبل الجماعة اللي جايين من مصر من عند مرسي يعني مستوى مساكين يعني، ما يقدرون يعني تخليهم على دكان او شيء، بس مش على اقتصاد يعني، ما كان الكلام على نفس في نقطتين هنا مهمين جدا جدا. النقطه الاولانيه اللي انت بتقول دخل نفسه في مشاكل مع ناس وما وضحتلناش تقصد مع ناس ايه، والحاجه الثانيه ان هم لا يصلحوا الا لمش عارف بتاعه سوبر ماركت. طيب انا كنت عاوز بس حضرتك تقول لي ايه الحاجات اللي صدمتك، وطبعا قبل كده صدمت الوفد الامريكي من الوفد الاقتصادي اللي كان بعته الرئيس محمد مرسي، فانت خرجت منه بالنتيجه العظيمه دي، ايه يا ترى؟ طيب ازاي انا يعني ليه انا بقول لحضرتك ده كلام فارغ وكلام فاضي وكلام مصاطب؟ لان في هذه السنه لو ترجع حضرتك الى جريده الاهرام، الاهرام
مش الحرية العادية. وامتى؟ في 1 سبتمبر 2013، يعني بعد الانقلاب بتاع فتح السيسي، وكاتبين حقيقة ان ميزان المدفوعات يحقق فائض لاول مرة من 50 سنة. وميزان المدفوعات عشان اللي مش عارف يعني يا جماعة، هو اكيد طبعا عارف، اللي هو ان احنا صدرنا اكتر ما استوردنا لأول مرة من 50 سنة. إحنا صدرنا بيه في أول 7 شهور ب90.5 مليار، بينما لم تتجاوز وارداتنا 75 مليار. برضو مش صح، ما عجبتكش عادي يعني، إيه المشكلة يعني؟ برضو يمسكوا بقالة أو كده، مش نقطة يعني. طيب أنا أحاول حضرتك يا رب أجيب لك الحتة دي يا رب تعجبك. معالي وزير، إمتى هنبطل نستورد أي حبوب؟ اي حبوب؟ سؤال صعب قوي. القمح ممكن ان شاء الله لو اشتغلنا بجديه 3 سنين او 4 سنين ممكن ان شاء الله نحقق نتائج كويسه. بعد ما نحقق الاكتفاء نصدر. برضه حضرتك كلام فارغ صح يعني، يعني كلام برضه من ايه يعني، ايه يعني القمح يعني؟ برضه ناس مش اذكياء ولا يصلحوا الا لاداره دكان او شيء، سوبر ماركت او جمعيه صح. دلوقتي برضو للأسف الشديد العالم بيمر بنكبة، ومصر بتمر بنكبة مضاعفة. أحد طرفيها تفريط الجاسوس في نهر النيل، فمش ما عندناش مية نزرع، والطرف الآخر الحرب الروسية الأوكرانية. فالقمح زاد حاليا في التعاقدات الجديدة حوالي 50%، ومش دي المشكلة. المشكلة كمان إن إحنا مش عارفين هيتصدر ولا لأ. فتخيلي آخر الراجل اللي هو ما كانش عاجبك ده، اللي هو يعني ما كانش نبيه قوي ده، كان بيفكر في القمح، بيفكر في القمح ان هو يزرعه، ووصلوا في زراعة القمح ل 9.3 مليون طن، وده تقريبا يا شيخ جاسم بن حمد تقريبا ضعف متوسط ما تم زراعته قبل كده. وزي ما قلنا كان في خلال 3 أو 4 سنين هنبقى عاملين اكتفاء ذاتي من القمح. طيب من غير زعل كده والله، باختصار وبصراحة نقول ايه اصل المشكلة؟ اصل المشكلة بصراحة ان الانظمة العربية بصفة عامة تعودت على فكرة الانصياع الكامل والخضوع الكامل بس. فممكن بيعتبروا ان الخروج من هذا الانصياع او الانسحاق الكامل ده نوع من الغباء. ممكن حضرتك طبعا لك فيديو طبعا اتفرجت عليه كتير بس ما عرفتش اجيبه، ما اعتقدش ان حضرتك ممكن تنكره خالص، ممكن حضرتك تكون بتفخر بيه ان انت نصحت الانظمة العربية ان هي تتسول حقوقها من امريكا. انت قلت كده، كان ده في نص التسعينات تقريبا، وكنت لسه حضرتك صغنطت كده، كنا كلنا صغنطتين يعني، انا كنت صغير وحضرتك كنت صغير وكده. وعاوز اقول لحضرتك ده كان تصريح شجاع والله منك، لان انت بتتكلم بشجاعة عن حال الانظمة العربية عملاء بامانة والله. فخلاص هنقول ان دي الظروف، ممكن واحد يقول لك ما هدي الظروف وهيعملوا ايه وكده، لكن مش معنى كده ان لما نلاقي واحد عاوز يخرج من الهيمنه دي ان احنا نعتبره مش ذكي. ده بقى اللي غلط، ده اللي عيب. احنا اصبحنا في مرحله اللي عاوز ينفض عن نفسه هذا العار ما يصح بامانه يعني. وعشان ما يكونش كلام يعني مجرد كلام ملوش اي مردود في الواقع، هو الرئيس محمد مرسي اعلن قال انا عاوز امتلك غذائي وسلاحي ودوائي. لازم ننتج غذائنا، لازم ننتج دوائنا، لازم ننتج سلاحنا. ومشي طبعا في الغذاء دي، نشوفنا موضوع القمح. الدواء كان في اتفاقات مع مصانع أدوية كتير، والسلاح تنوع وعمل وسافر في الهند وباكستان والبرازيل وتركيا، وطبعا كان جزاؤه من المواشي اللي هو طبعا يعني العسكر بيحركهم، وده يمكن النجاح في وجهة نظرك، بيحركهم بصباع كده بإعلام ببرنامج بباسم يوسف بكده ان هم كانوا بيتريقوا عليه، وهو مثلا رايح باكستان والهند ويشوف السلاح والتنوع مصادر السلاح، وبيحاول يعمل انتاج مشترك مع تركيا اللي هي اصبحت فعلا بعديها بكذا سنة صغيرة اثبتت ان هي سوق واعدة نشأ. فهو الراجل كان بيحاول يخرج من التبعية، فالطبيعي ان هو لما يخرج من التبعية بيتحارب. المفترض ان احنا نملك، المفترض يعني طبعا ده مش واقع يعني، نملك حكام بيحلموا حتى فكرة الخروج من التبعية، بيحلموا حتى بيها، مش قادرين يعملوها. بس احنا وصلنا لمرحلة ان دونالد ترامب بيقول ملك السعودية انا لو سبتك 5 دقايق يعني عشان محدش يفتكر ان انا بخرف يعني، لو سبتك 5 دقايق هتصحى تقع. فملك السعودية بيحط وشه في الارض، بيحط صباعه في بقه وبيحط وشه في الارض. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military.
فالموضوع ملوش علاقة بقلة الذكاء زي ما انت متخيل، هو ليه علاقة بالكرامة زي ما حضرتك مش متخيل. يعني ليه علاقة بالكرامة بالنسبة لينا احنا كمصريين، احنا حكمنا على الرئيس، على اي رئيس او اي حاكم، بنبص له احنا هناكل ازاي وهنشرب ازاي وهيعمل لنا ايه، هنعرف نحاسبه ولا ما نحاسبوش، دي من حكمك على الرئاسة، دي من حكمك على الرئيس. هو الراجل بصراحة يعني كان فضل شوية، و يعني الحاجة اللي تتهم بيه انه لما راحوا يشيلوا له البوابة بتاعت القصر الجمهوري ما جابلهم شاي، وكان ليه مقولة معروفة يعني بيقول لو لقيتوني اشتريت عربية جديدة حاسبوني. عايش في شعب الإيجار في التجمع الخامس على حسابي لغاية دلوقتي، اللي لاقي عندي اللي لاقي عندي بعد كده عربية يبقى يقول لي جبتها منين، اللي لاقي عربية جديدة يقول لي جبتها منين، دي عربية الحكومة بتاعت الدولة اللي بيستخدمها الرئيس وخلاص، وبعد ما تبقى في انتخابات وتداول سلطة وما يبقاش رئيس يروح يقعد في بيتهم تاني. دي مش كلام للاستهلاك، ده مبدأ لازم يمشي عشان نتقدم، ده مبدأ لازم يمشي عشان نتقدم، نقول للمسؤول انت جبت الفلوس دي منين، ده لو احنا عاوزين نتقدم. لكن الكلام ده طبعا انت حضرتك ممكن تعتبره ان هو يعني قلة ذكاء طبعا، يعني اللي هو يعني ايه تعالوا حاسبوني، لا طبعا ما عندناش كلام فارغ. ده فكرة اللي هو يعني الخضوع او الخروج من التبعية هي فعلا بعيدة. انا في نفس الحديث اعتقد حضرتك كنت بتقول للراجل ان سنة 95 تقريبا لما حصل اللي هو الانقلاب اللي انا شايف ان هو فات قطر بامانة، انقلاب الامير حمد على والده، بتقول انت اللي بتقول ان احنا قلنا الكلام ده لامريكا قبلها بشهرين. تم التغيير طبعا، كان في هناك اللي يقول ان احنا كان في شرط من الامريكان انه احنا ان نعمل علاقه مع اسرائيل عشان يقبلون بالتغيير، هذا ما حصل ابدا. قبل التغيير بشهرين كان في تنسيق بيننا وبالامريكان، اخبرناهم ان هناك اشكال وان هذا الاشكال قد تحصل له تبعات او نتائج. خليني اقول لك قبل الحدث بشهرين، شهرين. والجميل ان حضرتك بتقول قلنا لهم قبلها بشهرين ان احنا عندنا مشاكل وعندنا مش عارف ايه وكده، وبنقول لكم عشان ده امر داخلي. يعني هو ابيض امر، لو كان امر خارجي كنت عملته ايه؟ يعني حضرتك ده امر داخلي، لا مش امر داخلي، مش عشان امر داخلي. يعني انتوا قلت لهم قبلها بشهرين عشان هو امر داخلي، يعني هي امريكا لما بيحصل عندها امر داخلي بيقولوا لكم؟ طب لما يبقى امر خارجي يعني بتاخد الناس وتروح لهم هناك ولا ايه؟ بس خلينا مقتنعين، خلينا بس نعترف ان احنا كلنا انظمه خاضعه للنظام العالمي، بقى اللي يتخضع لامريكا، اللي يتخضع لروسيا، اللي يتخضع دلوقتي بقى يتخضع لاسرائيل عادي يعني. فمفيش داعي ان احنا يعني ايه ننفر من اي واحد يحاول ان هو يخرج من التبعيه، لانه المفروض كلنا نعمل كده، ولو كلنا عملنا كده الوضع هيتغير كتير، لكن نعمل ليه؟ طيب انا بقى برضو عاوز الفت نظر الناس لحاجه اللي هو موضوع المعارك اللي خدها الرئيس محمد مرسي، وداخليا بالذات مش عارف هل في حد الى الان مش عارف ان هذه المعارك كان بيديرها المخابرات الحربيه. حضرتك ما تعرفش مثلا يا شيخ حمد وانت وزير مش عارف ايه ان الجيش كان بياخد البترول ويرميه في الصحراء؟ تقول لي طب وهيعمل معاهم ايه؟ ما هي دي الصراعات. هو انت تخيل ان انت حاكم والجيش واقف ضدك، الشرطة بترفع الناس وانت طالع على السور عشان تحدث المولوتوف على القصر بتاعك، القضاء واخد منك موقف معادي تمام. القضاء طبعا يا جماعة اللي هو يا شيخ حمد، القضاء عندنا لو رئيس محكمة الدستورية العليا ماشي جنب نقيب في المخابرات الحربية هيوطي لما له الجزمة. انا والله بتكلم مش بشتيمة، فتخيل بقى ان كل الناس دي وهو مش عارف يتحرك، ده مش قلة ذكاء منه، ده قلة ذكاء من الناس اللي لم تنتصر له، الناس اللي مش شعب اللي اتضحك عليهم، لان كل الناس دي بيمثلوا
الكتلة الباغية، الكتلة المحتلة، هم دول أعدائك اللي أنت بتصرخ من، اللي إحنا كشعب مصري بنصرخ منهم دلوقتي. كل دول كانوا أعدائه. طيب كان ممكن يبقى أصدقائه، كان ممكن طبعا يبقى أصدقائه، كويس جدا جدا، بس كان يستمر على النهج اللي هو بتاع حسني مبارك. طبعا ما فيش حد زي السيسي. فهو السؤال، هل حضرتك فعلا اتصدمت منه هو بس وما اتصدمتش من حد قبليه ولا حد بعديه؟ يعني حضرتك ما اتصدمتش فعلا من السيسي لما قال انا كلمت الراجل في الدولة وقلت له اديني، انا عاوز 5 تريليون وعشان انا عندي 100 مليون وانت عندك 500، وما يعرفش ان ال 100 مليون فيهم قوة عاملية 30-40 مليون، غير ال 10 مليار في قوة عاملية 3-4 مليار. فالفكرة فشل هو باينة. حضرتك ما لفتش نظرك الكلام ده؟ هم اللي لفت نظرك بس الناس اللي هم حققوا في وسط هذه الظروف المستحيلة المستحيلة ان هم عملوا انجاز ميزان المدفوعات والعيش والبوتاجاز والقمح، وابتدت نحس ان في حاجات بتحصل للناس نحس. لكن ازاي انا يعني ازاي يسيبوا تجربه زي كده تنجح ازاي؟ فطبعا البترول البنزين كان بيخطوه يرموه في الصحراء. الناس ما فكرتش ان الرئيس محمد مرسي لما اتشال الساعه 2 البنزين راح للمحطات البنزين بعدها بساعه؟ محدش فكر. هتقولي طب هو هيحكم ازاي عشان مش جيش؟ طب هنعمل ايه؟ نقف جنبه ولا نفضل بعد كده طول عمرنا عبيد للجيش؟ حضرتك والله من غير زعل خالص تمثل هذا الاتجاه فعلا، ان احنا نبقى تحت رحمة جيوشنا. وممكن كل الحديث اللي هو متسرب ده تمهيدا ليه، ان يعني ان الجيش يرجع تاني في شكل تاني في وقت تاني ممكن، بس الكلام ده بالنسبة لنا اعتداء علينا، اعتداء على حريتنا. خلاص احنا مش قابلين، في ناس من المصريين مش قابلين هذا الاحتلال، مش قابلين هذا الخضوع. ده مش غباء اللي بيتكلم على واحد عمل كل الكلام ده في الظروف دي بانه قليل الذكاء، فهو يفتقر تماما للذكاء او الى الصراحه. عاوز بقى قبل ما انهي انبه لحاجه، ان انا طبعا شايف ان ما يعني ما فيش حاجه دلوقتي في الاخوان المسلمين، تنظيم في الاخوان المسلمين قادر على ان هو ينزل في معترك سياسي خالص، وده خطا بيدفعوه لعدم مقدرتهم على تصويب اخطائهم. ما فيش ميكانيزم، يعني الناس كلها بقى لهم على امتداد جماعه الاخوان المسلمين عدد كبير، يعني قصاده 6 صفار، في 2-3 متحكمين فيهم وبيقولوا برضو اضربوا بمقف في الحيط. ما هو ده مشكلة. فعشان ما حدش يفتكر بس ان انا بقول ان المفروض ده يمسك او ده يمسك، خالص اللي المفروض يمسك اللي الناس تختاره. ما هو ده السبب اللي انا بقوله لحضرتك عليه. ما ينفعش ان يكون في جهة مختارة ونقول اصلا انا رأيي، ما الرأي ده رأي الشعب، الرأي ده يمكن ما تزعلش مني عشان انتوا ما تعرفوش يعني ايه. يعني احنا سمعنا عن الديمقراطية وجربناها شوية، يعني جربناها مرة مرتين في مثلا 70 سنة، انتوا ما تعرفوش يعني مش في بالكم اصلا، مش محتاجينها. لا احنا من يختاره الشعب هو ده الصح، وبعدين في الاخر خالص نيجي بنغيره او ما بنغيروش. الكلام عن نظام تم تغييره بانقلاب عسكري على اساس ان هو غير كفء، ده في تبرير مقنع او غير مقنع او صريح للانقلاب عليه، ودي مشكله مأساة ندفع ثمنها بدماء الالاف. فالتصريح بتاعك ده شيخ حمد اللي هو طبعا اتسرب، بالنسبه لنا هو كلام فارغ وكلام مؤذي، مهما طبعا يعني البان امسكها اللجان والناس اللي هم عبيد البيادة وخدم البيادة، لكن بالنسبة لنا احنا هو كلام مضر. احنا عاوزين حد يقول للناس، يفهم الناس، يقول لهم اوعوا تنقلبوا على اي نظام، حتى لو كان لا يحظى بتقدير حضرتك او انت شايف ان هو جمعية استهلاكية، او لم يحظى بتقدير الوفد الاقتصادي الامريكي اللي هو مش شايف حاجة خالص في اللي السيسي عمله، اللي هو وصل الديون دلوقتي لفوق 200 مليار بعد ما باع كل حاجة ورفع الدعم عن كل حاجة. الرئيس محمد مرسي نص كل الحرب، الجيش ضده والمطابق ما رفعش الدعم عن حاجة خالص، ما زودش الديون، ده كان بيعمل ده زي ما يكون معاه عصاية سحرية. اه والله برغم كل الحرب دي، نوم ليل صحيان، ده مرة بس عمل اشاعة ان هو هيزود بعد 3 اشهر، الراجل يعني ما نيمهوش، طلع على التلفزيون يقول لهم معلش. يمكن عند بعض الناس معيار الكفاءة والطهارة هو مقدرته على كبح جماح الشعب، يعني في ناس تقول لك ايه ما كانش عارف يمشيها دي، يعني ان هو يعرف ازاي يخوفك، مع ان اي رقيع ممكن بيعملها. يعني عندنا السيسي اللي هو مخبي، هو بيتوى في انهي داهيه بالليل بيقدر يعمل كده، لان هو مربي كلاب حراسه، ما بتعرفش هي بتعض وخلاص، الكلب وبيعض وخلاص، مش عارف بقى انت هتروح تقعد مع الكلب تفهمه تقول له لا معلش يا كلب ما تعضنيش ده انا كويس، كلاب الجيش والشرطه والقضاء. فدي مش محتاجه مهاره، دي مش شطاره، مش محتاجه الشطاره. وانهي بس واقول ان الرئيس اللي هو محمد مرسي
اللي انت رأيك فيه كده لم يصلي على واحد قبله هذا الكم في كل بقعة من بقاع الأرض، لأن هم شايفين الناس. طبعا انت تعرف الموضوع ده، مفيش حتة ما تصلاش فيها غير يمكن في مصر، ما لا عن الصلاة في مصر ناس ناجحة، لان الراجل اللي هو مش اللي انت كنت شايف ان هو، طبعا ما اضفتلوش خالص ان انت بتقول هو امين، ما اضفتلوش حاجه خالص، انت تعرفنا ان هو امين يعني. الراجل اخته ماتت في مستشفى حكومي وابنه ممسوك من في بيت، مسجون في بيت مش مباب من بره وبلاوي، راجل رئيس جمهوريه وقعد في بيت ايجار، فانت ما اضفتلناش حاجه يعني لما قلت عليه ان هو امين وصادق وكده، احنا عارفين. لكن بقول لك الحمد لله كل المسلمين في العالم، في العالم فاهمين هو مين محمد مرسي، مش مصريين خالص. اقسم بالله انا شيخ حمد بن جاسم انا كنت شغال في على اوبر فتره، عشان اعرف اقول الكلمتين دول براحتي، ممكن لو كنت عندكم كنت عارف اقولهم. واحد باكستاني تقريبا نزل لما عرف ان انا مصري، كان افتكر ان انا ضد الرئيس محمد مرسي. اه والله عادي، فقعدت اقول له انا يا سيدي مع محمد مرسي، انا يا سيدي والله زي ما تكون بتتكلم، والله فضل متنفذ مني وكان هينزل. فقلت له يا عم احنا معايا والله باكستاني، وتلاقي اللي مش عارف ايه بيصلي عليه فين، واللي بيصلي عليه مش عارف ايه، بتشوف انت ناس كده من المسلمين كلهم صلوا عليه، فمش هيفرق معاك كتير قوي راي حضرتك فيه. ارجو ان ما يبقاش فيه تجاوز، وانا والله يعني بحاول يعني انا ما تجاوزتش حق حد، لكن نرجو يعني الدقه والانضباط في الحديث عن اول حاكم مصري يختاره المصريين. نرجو الانضباط عشان محدش بيجي ناحيتكم خالص، العكس احنا بندافع على الرموز بتاعتكم يعني، لانه ما عملناش حاجه وحشه، كلهم مواقف كويسه وفي غزه وفي غير غزه، لكن الكلام يكون منضبط. نشوفكم على خير ان شاء الله.